صباح الخير متابعينا الأعزاء، معكم ماهر معروف من شركة جراند كابيتال. هذا هو التحليل الفني اليومي لمجموعة من السلع الأساسية. اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، نبدأ تحليلاتنا من الذهب. يتداول الذهب حاليا عند مستوى 12.23 فوق مستوى المقاومة 12.21 في مسار صاعد نحو مستويات المقاومة 12.27 و12.32. التداولات حاليا تدوم فوق المتوسط المتحرك 50 الممكن أن يشكل ضغط إيجابي على السعر ويدفعه نحو مزيد من الارتفاع نحو مستويات المقاومة 12.32 و12.38. الاستوكاستيك يسير في مسار جانبي يميل نحو الهبوط باتجاه منطقة تشبع البيع، وبالتالي هي عبارة عن تكون عن حركة تصحيحية لحركة السعر نحو المتوسط المتحرك 50 ومستوى الدعم 12.21. المسار العام لليوم صاعد نحو الأعلى باتجاه مستوى المقاومة 12.32، نطاق التداول بين مستوى الدعم 12.21 والمقاومة 12.38. بالانتقال إلى اليورو، اليورو لا يزال اليورو في مسار هابط طويل، ولكنه الآن ضمن مسار لحظي صاعد يتداول حول مستوى الدعم أو عفوا مستوى المقاومة 12 أو 1.1386، والهدف الأساسي هو مستوى المقاومة 1.1443. في حال تمكن اليورو من اختراق مستوى المقاومة 1.1386 تدفعه المتوسطات المتحركة التي هي تتحرك تحت السعر نحو المستوى المقاومة المحوري. الاستوكاستيك حاليا وصل إلى منطقة تشبع الشراء، وفي حال بقاء السعر في التداول هنا في هذه المنطقة من المرجح أن يدفع السعر نحو الأعلى باتجاه مستوى المقاومة. نطاق التداول لهذا اليوم بين مستوى الدعم 1.1341 ومستوى المقاومة 1.1443. الجنيه الاسترليني لا يزال هابط باتجاه مستويات الدعم 1.2725، يتداول السعر تحت مستويات المتوسطات المتحركة 27.50. السعر حاليا هناك تقاطع بين المستوى المتحرك 7 والمستوى المتوسط المتحرك 20، وبالتالي قد تشكل ضغط سلبي على السعر وتدفعه نحو مزيد من الهبوط. الاستوكاستيك يتداول بالقرب من منطقة تشبع البيع، وبالتالي يزيد فرصة الهبوط نحو الأسفل. الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي، يتداول الدولار النيوزيلندي حاليا بالقرب من خط الرقبة حيث تشكل لدينا نموذج رأس وكتفين مقلوب، وبالتالي المسار صاعد نحو الأعلى باتجاه مستويات المقاومة 0.6955 و0.7015. السعر يتداول فوق المتوسطات المتحركة 27.50 التي سوف تدفع السعر نحو مزيد من الارتفاع. الاستوكاستيك أيضا يتداول بالقرب من مناطق تشبع الشراء، وبالتالي في حال دخول المؤشر نحو هذه المنطقة قد يزيد من الضغوط الإيجابية على السعر ويدفعه نحو مزيد من الارتفاع. شكرا لكم للمتابعة، طاب يومكم.